خاطر جموع غفيرة من أبناء محافظة حجة من جميع مديرياتها متجهة إلى مديرية عبس في مسيرة حاشدة قدرت بأكثر من مليون شخص، رافعين الشعارات ومرددين الهتافات تأييدا ووقوفا مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي حملت حزمة من الإجراءات أبرزها دعوتها المتجددة والمتواصلة العودة إلى طاولة الحوار والبدء من حيث توقف باعتباره الوسيلة السلمية والصحيحة لتسوية أي خلاف حول كافة المسائل العالقة، وكذا المطالب المطروحة للخروج بالبلاد من أي توتر حاصل يضر بالجميع ويهدد السلم الاجتماعي ويثير الفتنة ويزيد من احتقان الشارع والذي يحاول البعض الدفع به لخلق ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي ربما قد يكتوي بنارها الجميع. المسيرة التي شاركت فيها جميع الفئات العمرية من كافة مناطق محافظة حجة، حيث أقامت مهرجانا جماهيريا ألقيت فيه العديد من الكلمات من قبل الأخ فريد مجور محافظ محافظة حجة وأمين عام المجلس المحلي وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. أشارت جميعها إلى أن هذا الحشد الكبير والصادق يظهر بجلاء عمق الالتفاف الشعبي حول قيادته السياسية دون تزييف، وينقل صورة واضحة للداخل والخارج عن تفاعل جميع الشرائح الاجتماعية في كل المناطق اليمنية مع مبادرة رئيس الجمهورية ودعوته لأحزاب اللقاء المشترك للحوار لتجنيب البلاد الفوضى والعنف. وبكل جلاء ووضوح أن لا وصايا على لأحد على حجة، وإنها شبت عن الضوء وتملك صوتها وإرادتها وتسخرهما لمصلحة الوطن وحده ولا غيره. يا جماهير حجة الباسلة، إنكم بحضوركم الهادر هذا اليوم ومن جديد تثبتون أن تفاعلكم الإيجابي والوطني الصادق مع هموم وقضايا الوطن وحرصكم على أمنه واستقراره ووحدته ومع القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، وجميعنا ندرك ونعلم ما يحتمل اليوم على الساحة الوطنية من تفاعلات وأحداث هذه الأيام، لعلها في جزء منها محاكاة لما جرى ويجري في بعض البلدان الشقيقة، ودون إدراك أن واقع اليمن أرضاً وشعباً له خصوصيته التي لا يمكن تجاهلها. وترافق هذه التفاعلات والأحداث للأسف الشديد جملة من الممارسات السياسية الخاطئة والسلوكيات السلبية المخلة بالنظام والقانون من قبل بعض القوى السياسية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون والدستور. وقد عمل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وكعادتي دائما على تغليب بالروح بالدم بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا علي. وقد
ادعم الى فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح وكعادتي دائما على تقديم مصلحة الوطن والشعب من خلال مبادرتي التاريخية والهامة التي اطلقها تحت قبة البرلمان في الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى. تلك المبادرة التي تجلى فيها الحرص على تحقيق التوافق الوطني من خلال الجلوس من قبل كل الفعاليات السياسية حول طاولة الحوار الوطني الهادف والمناقشة المسؤولة لكل القضايا الخلافية سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو غيرها، واعتماد الحوار وسيلتنا الحضارية الفعالة في معالجة كافة القضايا التي تهم الوطن والشعب والوصول إلى التوافق بشأنها. إن حشدنا المليوني في ساحة الوفاء للوطن وقائد يرسل عدة رسائل، رسالة وفاء وعرفان للوطن وقائده فخامة المشير علي عبد الله صالح، رسالة محبة وسلام وبناء وتنمية لأبناء الوطن من أقصاه إلى أقصاه، رسالة فداء للوطن موجهة لجميع العالم، رسالة إعلام وإنذار لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره ومقدراته، رسالة واضحة أن هذه الملايين هي من تمثل إرادة الشعب. أيها الوطنيون المخلصون، تحية حب وإجلال، وأنتم تقفون اليوم وقفة عز وتصدرون بجموعكم الهائلة رسالة حب لكل محب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ورسالة تنبيه وتحذير قوية لكل العابثين الخارجين على الثوابت الوطنية. أنتم أيها الشعب، من وقف معكم فقد نجح، ومن تجاهلكم فقد ظلم نفسه وتفه عقله. أيها الحاضرون الأبطال، يا من سطرتم بعزتكم ودماءكم قديما وحديثا ملاحم دائمة للانتصار للوطن العزيز، مثبتين بجدارة أنكم أبناءه الأصلاء وجنوده الأشداء، فأنتم الشعب بأكمله وغيركم الاستثناء بقلته. من هنا وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أرفع رسالة واضحة لا تقبل التأويل والتفسير، رسالة حب وتأييد لفخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح. بالروح بالدم نفديك يا علي، بالروح بالدم نفديك يا من. وكل الوطنيين المخلصين بأننا معكم وإلى جانبكم في كل ما يخدم الوطن وأمنه واستقراره. الأخوة الحضور جميعا، إننا في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، ومن خلال متابعتنا لتطورات الأحداث والمستجدات السياسية وأعمال العنف والفوضى الجارية على الساحة العربية والوطنية وما تخلف تلك الأحداث من أضرار وخسائر بالغة في الأرواح والممتلكات العامة، يجعلنا نتمسك بالحوار الوطني مع جميع لحل جميع الخلافات السياسية، ونجدد دعوتنا لجميع أطياف العمل السياسي للعودة إلى الحوار. إننا جميعا إن نشيد بما تفضل به فخامة الأخ رئيس الجمهورية من مبادرة للحوار، لأن الحوار هو المخرج الوحيد لأبناء هذا الوطن. إنما نشاهده اليوم من بعض المكائدين السياسيين ما هو إلا دليل إفلاس، والغرض به جرجرة اليمن إلى التمزق وإلى التشطير. وإننا نعلن من هذا الميدان الأبي بكل أبناء محافظة حجة أنه لا للفوضى، لا للتخريب، لا لتمزيق الوطن، لا لدعاة الفتنة، ونعم للأمن والاستقرار، نعم للأمن والاستقرار. هذا وقد صدر في نهاية المهرجان بيان عبر عن موقف أبناء محافظة حجة المؤيد لمبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية. أما بعد،
في يوم الخميس الموافق 24/2/2011 احتشد مئات الألوف من أبناء محافظة حجة في مدينة عفص للتعبير عن قلقهم من تداعيات الأزمة السياسية التي يمر بها الوطن، وأصدروا البيان التالي: أولاً، يقف أبناء محافظة حجة مشاركين السواد الأعظم من أبناء شعبنا الأبي وقفة إجلال واحترام وتقدير ووفاء لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، مرحبين بما أعلنه من تمسكه بمبدأ التداول السلمي للسلطة كأساس للعملية الديمقراطية، وما أعلنه يوم أمس والأيام الماضية من رعايته للحوار الوطني في أطر اللجان المتفق عليها، وتأكيده على أهمية الإصلاحات والتعديلات الدستورية كمدخل للإصلاح السياسي الشامل وإجراء الانتخابات البرلمانية. ومع وضوح عناصر مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للإصلاح السياسي، فإن أي تأخير من قيادات أحزاب اللقاء المشترك وشركائه في الترحيب بهذه المبادرة والاستجابة إلى العودة إلى مربع الحوار سيتحملون معه المسؤولية التاريخية في التداعيات التي قد تفرزها الأزمة السياسية الراهنة، وسيعرف الشعب أن قضيته ليست عندهم بل معهم. ثانياً، يؤكد أبناء محافظة حجة على أن الأزمة السياسية القائمة تؤدي بشكل يومي إلى تفاقم مظاهر الأزمة الاقتصادية وإفرازاتها، وتزداد معها البطالة والفقر. ومن هنا فإننا نناشد كافة القوى السياسية وقادة الرأي العام من علماء وإعلاميين وكتاب وصحفيين ومفكرين وشباب ومثقفين إدراك حقيقة أن السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني ينتظر منهم أن يضغطوا وبمصداقية على القيادات السياسية في أحزاب اللقاء المشترك، وذلك للانضمام إلى طاولة الحوار والحلول السياسية الراهنة قبل أن تزداد حدة الأزمة وتؤثر بما تؤثر عليه على الأزمة الاقتصادية، وحينها سيستحيل إجراء إصلاحات في كافة المجالات المختلفة. ثالثاً، إن أبناء محافظة حجة يشاركون عمونا أبناء الوطن الإشادة بالإجراءات التي بدأ فخامة الأخ الرئيس الجمهورية باتخاذها في سبيل إجراء إصلاح جاد وشامل للأوضاع ولتفعيل الأداء الحكومي ومكافحة الفساد وتطوير أداء أجهزة الأمن والقضاء وتحريك مشاريع التنمية المتعثرة. خامساً، إننا نناشد جميع المفكرين والمثقفين وقادة الرأي من علماء وإعلاميين وسياسيين بأن يتم التوعية بأن وضع اليمن لا يحتمل مزيد من الاحتقان والمكايدات السياسية، فالاقتصاد الوطني في وضع لا يتحمل مزيدا من البطالة، والوضع الاجتماعي في اليمن لا يحتمل مزيدا من الفقر، ومستوى أداء الخدمات والتعليم في التعليم والصحة لا تحتمل المزيد من التعثر. وإجمالا، فإن اليمن لن تقوم لها قائمة إلا بالدعوة إلى إصلاح أداء أجهزة النظام ومؤسساته وبوجود راعي يتحمل مسؤولية قيادة عملية الإصلاح هذه. وإننا في محافظة حجة لا نرى أقدر من الرئيس علي عبد الله صالح في القيام بهذه الإصلاحات. وأخيراً، فإن أبناء محافظة حجة يقولونها اليوم وبصوت عالي: نعم لحرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، نعم لبقاء علي عبد الله صالح لقيادة عملية الإصلاح الشامل، نعم للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، نعم للبناء والتنمية، نعم لاجتثاث الفساد والمفسدين، لا للمتاجرين بقضايا الوطن وهموم الشعب، لا لدعاة تمزيق وحدة اليمن، لا لزارعي الفتن والكراهية أبناء الشعب، لا لمنظري الفوضى الخلاقة. دام الوطن موحدا وعاش الشعب اليمني في أمن وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.